القرآن بيحكي عن ذي القرنين في سورة الكهف ويصفه بأنه رحالة بواب آفاق، رحل إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق وإلى أقصى الشمال. وفي الخرائط العربية القديمة اللي رسمها الجغرافيين المسلمين القدامى أمثال الشريف الإدريسي والقزويني وابن حوقل والمستوفي، نجد أنهم حددوا على هذه الخرائط مكان يأجوج ومأجوج في أقصى الشمال، في المناطق شمال سيبيريا. بعض هذه الخرائط عمرها 1000 سنة، ونجد هذه الخرائط في أطلس تاريخ الإسلام لمؤرخنا العظيم الدكتور حسين مؤنس. وذو القرنين في القرآن معجزته هي هذا الارتحال بأسباب ووسائل خارقة وبتمكين إلهي في أزمنة لم تكن فيها مواصلات ولا وسائل معروفة لقطع هذه المسافات الشاسعة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وهذا المدد من الأسباب الخارقة هو معجزة ذي القرنين اللي ربنا خصه بها. وأنا دائما لما بقرأ الآيات اللي حكت عن هذه الرحلة دائما أتوقف عند آية أتمع عنها طويلا، الآية اللي بتقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الستر اللي هي بيننا وبين الشمس هو الليل، يجي ستر الليل ينزل فتحتجب الشمس. لكن الآية بتتكلم على منطقة بيقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها اللي هو ذو القرنين تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لم نجعل لهم يعني ده شيء في طبيعة المنطقة إن الشمس لا يكون لها ستر، يعني تظل مشرقة، هكذا جعلناها، يعني ده أمر في طبيعة المنطقة كما أرادها الله. فهل هذه إشارة إلى أقصى الشمال حيث تظل الشمس مشرقة طول الليل ولا تغرب، وبالتالي ليس للناس من دونها ستر، وهو ده المكان الوحيد على الخريطة اللي الشمس فيها بحكم طبيعة الموقع لا يكون لها ستر؟ فهل هذا هو السبب اللي جعل الجغرافيين المسلمين القدامى يحطوا مكان يأجوج ومأجوج في هذه المنطقة في أقصى الشمال ويحددوا هذا المكان الافتراضي في رسومهم؟ وكلهم عملوا كده مش بس خريطة واحدة. والسؤال الثاني، ليه سماها القرآن مطلع الشمس؟ ليه ما قالش مشرق الشمس؟ مع إن في الآية الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فكان المتوقع إنه حيقول في الآية الثانية حتى إذا بلغ مشرق الشمس، يعني تبقى مشرق قدام مغرب، لأنه قال قبل كده حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، لكن المرة دي ما قالش مشرق، المطلع. ليه؟ لأن المشهدية مختلفة، لأن هنا شمس مستمرة لا تغرب، فيخيل للناظر إن ده مطلعها، مطلعها الذي هو مطلعها، مش حكاية بتشرب وتغرب، لا ده بيشوفها قدامه ثابتة كده ما فيش، فيتهيأ له إن ده المطلع بتاع الشمس اللي بتطلع منه، فعشان كده أطلق كلمة مطلع. وده يؤيد الفهم العلمي إن ذو القرنين في هذه اللحظة كان قدام الشمس القطبية اللي هي شمس منتصف الليل التي ليس بينها وبين الناس ستر لأن ما فيش ليل.
هي مجرد ملاحظة، لكن إذا لم نأخذ بهذا التفسير هيظل هناك سؤال: ليه جميع الجغرافيين العرب حددوا موطن يأجوج ومأجوج في المنطقة القطبية في أقصى الشمال؟ وعرفوا منين إن المكان يأجوج ومأجوج في أقصى الشمال؟ والآيات على ما هي عليه مبهمة وغير محددة المعنى. هو رأي أستريح إليه كلما شاهدت هذا الفيلم ورأيت الشمس ولا ستر طبيعي بينها وبين الناس، فالليل ما عاد يسترها، وأقول لنفسي يعني ربما في مكان ما قريب من هذه الشمس التي لا تغرب، ربما في مكان ما قريب يأجوج ومأجوج في كهفهم أو المخبأ اللي هم فيه. وأذكر بالمناسبة الكلام الكتير اللي اتقال عن الأرض المجوفة هولو إيرث، والكتب اللي كتبت كتير عن الأرض المجوفة، وإنها الأرض من جوه مجوفة ومفتوحة من ناحيتين، من ناحية القطبين، وإن هي مسكونة وإن هي مضاءة من جوه بالصخور المشعة. وبعدين شهادة الطيار اللي تاه في السكة وشاف إن في ناس طالعين أقزام من عند القطب الشمالي، من فتحة في القطب الشمالي، وشهادة رحالة آخرين اللي حكم إنهم شافوا سيقان أشجار استوائية ونباتات وورود استوائية، أنواع من الزهور الاستوائية عايمة في المية في منطقة القطب الشمالي. طب إزاي ده احنا في القطب الشمالي؟ إيه اللي جاب أشجار المنطقة الاستوائية إلا أن تكون طلع من جوف الأرض اللي هي ممكن يكون فيها ناس وفيها نباتات وفيها حياة بحالها بقى؟ فهل يكون يأجوج مأجوج هم سكان الجوف؟ ما حدش عارف. وآيات يأجوج ومأجوج هي من أسرار القرآن اللي اختلف فيه المفسرين، وأغلب ما كتب في الكتب والتفسيرات القديمة هي إسرائيليات ولا يمكن يعني الارتكان عليها، وغير معلوم هل يعني يأجوج مأجوج دي سلالة بشرية أو ضرب من الخلائق لهم أصول مختلفة. وطبعا التنوع في المملكة الحيوانية تنوع رهيب، اللي بيشوف حلقات العلم والإيمان والأفلام اللي بنجيبها واضح إن في تنوع عجيب وفظيع ومذهل في المملكة الحيوانية، لدرجة إن الواحد يقول ما خافيه كان أعظم، ما يستعجبش لو كان في صنف شكله مش عارف إيه زي ما بيحكي الناس، كل شيء جايز. وأيضا السؤال الثاني: يا ترى المدلول الآيات في حكاية يأجوج ومأجوج، هل مدلول الآيات رمزي ولا حرفي؟ ولماذا نصت الآيات على إن ذو القرنين جلب الحديد والنحاس؟ ومش بس كده، نصت الآيات على صهر الحديد وصهر النحاس عشان يعمل سد. طب إيه؟ طب ما احنا عندنا أكبر سد في العالم اللي هو السد العالي، معمول كله من شوية دبش وخلاص، عبارة عن سد ركامي، ما عمره ما حد شاف سد في كتل نحاس وكتل حديد. فده ينفي تفسير البعض بأن حكاية السد بتاع يأجوج ومأجوج هو سد بيقوم علشان الحفاظ على الناس من الفيضانات المتكررة. بعضهم قالوا يأجوج ومأجوج من الموج، لا مش صحيح، لأن طبعا السدود اللي هي بتتعمل عشان الفيضانات ما بيجيبوش فيها كتل حديد. كتل حديد ليه؟ لو يصهروا كما يصهر الحديد والنحاس. الغاز هي كثيرة بلا حل، وأصدق الكلام إن احنا نقول أن هذه الآيات تأويلها حدوثها. لكن بقى الفضول دايما بياخد الناس، عاوزين يعرفوا ايه حكاية علامات القيامة وايه اللي هيحصل بالظبط.
لكن أفضل من ذلك أن نستعد لهذا اليوم بالأعمال الصالحة. وهذا هو كلام العارفين، والله أعلم.